أكثر من سؤال أيضا حول موضوع أعياد النصارى. يقول فضيلة الشيخ: يقوم بعض أصحاب المخابز والمكتبات في آخر شهر في السنة الميلادية بتوفير بعض ما يستعمله النصارى في أعياد ميلادهم، سواء بكتابة بعض العبارات على بعض الحلوى أو الكيك، مثل كل عام وأنتم بخير، أو عام سعيد، أو عام مبارك، ونحو ذلك. وأصحاب المكتبات أيضا يقومون بتوفير بطاقات تهاني وأفراح، فما حكم ذلك؟ وهل من نصيحة لأصحاب المخابز الذين قد يكون العمال لديهم من غير المسلمين فيفعلون ذلك؟ أرجو استيفاء الجواب لإيصاله إليهم، وجزاكم الله خيرا. وآخر حول نفس الموضوع يقول: ما رأيكم في نشر ما صدر عنكم من فتوى في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم؟ نعم، نبدأ في السؤال الأخير. نشر ما كتبناه في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم أمر مطلوب، والإنسان نرجو الله أن يأجره عليه حتى يبصر المسلمين بأن تهنئة النصارى بأعيادهم محرمة، وأنها محرمة بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة. لأن المهنئ لهم هنأهم بشعائر الكفر، كما لو هنأهم بعبادة الصليب، أو هنأهم بأكل الخنزير بحكم الشرعي، وحتى لا يغتروا ويطول عليهم الأمد. نعم، فعل طيب، ويؤجر الإنسان عليه إن شاء الله. أما مشاركته في أعيادهم بالتهاني وصنع الأطعمة وما أشبه ذلك فإنه حرام، وإن كان دون التهنئة ولكنه حرام أيضا. ولهذا يمنعون من إظهار شعائر أعيادهم في بلاد المسلمين، ولا يحل أن يظهروا شعائر دينهم في بلاد المسلمين.